السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد دائما في إطار سلسلة الأنشطة الاعتيادية. الفيديو اللي غتشوفوا اليوم مقترح خاص بلا ليكتور أو القراءة، كما كنقول ديما يمكن لك تكيفها على حسب المادة والمستوى. الفكرة اليوم هي عبارة عن أقراص أو إتمام الأقراص. القرص غادي نجزئه لجوج ديال الأجزاء. الجزء الأول أو نصف الدائرة الأولى غادي يكون فيها فخاز يستحسن أنها تكون من إنتاج التلاميذ، والجزء الثاني من القرص غادي يكون فيه لوفر. غادي نوضحهم كما كتشوفوا قدامكم. لي فخاز غيكونوا مدرقين مقلوبين ولي فيرب باينين. كل تلميذ غيقوم من مجموعه او نخدموا بينهم بجوج، غينوضوا من المجموعه غيختاروا عشوائيا واحد الجمله يحاولوا يقراوها بجوج. علاش درت جوج؟ باش واحد يساعد الاخر في القراءه. يقراوها بجوج اهو تفوال الاول والثاني، يقلبها التلاميذ يقراوها وابخي يلصقها. وشكرا للاستاذات والاساتذه اللي نصحوني بالباتافيكسي، زوينه نفعاتني عمليه. ومن بعد كيرجعوا بجوج بهم كيقلبوا على لو فيرب اللي كاين في داك لافراز كيلصقوه. هنا يمكن الاستاذ ينشط اللعبه باش ما يقدر يقول لهم اين غروب فين كينتمي هاد لو فيرب، يقدر يقول لهم يعني في مستويات اخرى يصرفوه له في واحد لو طون معين. المهم هذه هي الفكره، كنتمنى انها تعجبكم. كنتظر الافكار ديالكم والاراء ديالكم. راه ماشي ضروري استعملت الوان غير باش نثير الانتباه، وماشي ضروري نفس اللون يكمل نفس دو تخوا. Très bien. Ma dentiste les tapis. Ma dentiste les tapis. Ma dentiste. Oui. Tu sais. Très bien. Très bien. À vous.